العشائر المحتجة على قرار تصفير الأراضي في الضلوعية تصدر بيانا ضد القرار. أدوية سامراء تباشر بتنفيذ برنامجها الإنتاجي وتدعو لدعم المنتج المحلي. الرئيس صالح يؤكد متابعته الدقيقة مع الجهات العليا بشأن أحداث التظاهرات. والكشف عن الهوية الطائرة المعتدية على منزل الصدر في الحنانة. السلام عليكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. نظم المئات من شيوخ ووجهاء ومواطني قضاء الضلوعية وقفة احتجاجية تطالب بإلغاء قرار التصفير الذي شمل أراضيهم، مؤكدين أن هذا القرار تم إقراره بانتقائية ليشمل أناسا دون آخرين. الوقفة احنا جايين نطالب بإلقاء قرار التصفير الارض مالتنا واراضينا اللي احنا نملكها من ابائنا وجدودنا، فصدر قرار بالقاء الارض وتصفيرها يعني بدون واهل الحق الشخص اهل القيعان واللي هم ساكنين بها من اب الجد، راحت اراضيهم وهم من ذوي الشهداء وانطوا شهداء وضحوا بهاي المنطقه، وهسه لا حول ولا قوه، يعني وين نروح اللي ما عنده قاع، وين نروح؟ وين تودونا؟ وين يسفرونا؟ فاحنا نطالب السيد المحافظ، نطالب السيد القيم مقام ان يسوي لنا شاره لهذا القاء هذا القرار، لان هذا القرار ضر المنطقه وضر العشائر، واربع عشائر مختلطه به، عشائر البجواري وعشائر السوامره وسعود والعبيد وكل العشائر وابو فراج كلها وجبور كلها تاذت بهذا القرار. فنطالب السيد المحافظ ونترجى ان يلقي هذا القرار، والسيد القيم مقام وكل مسؤول يساعدنا، نرجو مساعدته، كل مسؤول يريد يساعدونا بهذا القرار، فنترجاكم نتوصلون أصواتنا للمسؤولين، توصلون صوتنا لكل المسؤولين بالعراق. في ليل وضحاها أصبحت المناطق المجاورة بدون أراضي، وتم تصفيرها من قبل جهة معينة، والدوائر متبوعة كلها لنفس عشيرة واحدة، وهذه العشيرة لها تصرف في حق أموالنا بدون أن يرجعوا إلينا، فصفروا جميع الأراضي، وهذه الأراضي ملك أجدادنا قبل، إحنا قبل نقول أستن، فقبل أستن أبا عن جد إحنا ساكنين بهاي الأرض، وإذا أنا عندي دونم أو دونمين أو خمس دوانم أنا عايش بها مواطن فقير، أنا مو أسولف عن نفسي وأسولف عن جميع الناس الموجودين، إذا أنا عندي قطعة أرض ومالكها أبا عن جد، في اي حق تجي انت اليوم تصفرها وانت عندك راتب وعندك سلطه وتاخذها بدون علم اهلها؟ هذه الارض موروثه ابا عن جد، والارض بس الشرف اغلى منها، يعني حياتك ارخص من الارض، وهاي الارض منتجة تصفير، اول ما يجون عليها يجون على المناطق المجاوره، ليش انت ماخذ مستشفى بالضلوعيه ما صفر القاعة الجوالبية ويتبع يكون تابع للبلدية على مود من تجي حقوق تتبع الحقوق البلدية، لأن البلدية أنت إذا حاطها المستشفى بأرض أرض ما تابعة للدولة أو ما تابعة مجرد إيجار، لازم تكون هذه الأرض وتابعة للدولة. من تصفر أنت يا قيم مقام ويتبعك مدير بلدية ويتبعك أبو الزراعة ويتبعك بعدين مدير المحافظ، وانتم كلكم من نفس الجهة المطلوبة، انتم من جاعة تشتغلون يا الناس يتشانة، هي هاي نقدر نقول، ما اريد نقول الطائفية بس هاي العنصرية المقيتة اللي عشناها في هذه الظروف، وما اريد ونطالب من خلالكم ان توصلوا الصوت مالنا الى الوزارة الى الوزير، نقول له يا وزير اكو عمل جاعد يحاك بدون علمك، واكو ناس مستفادين من هذه الامور، ونقول للوزير يا وزير كفانا ظلم، احنا في الضلوعية متهمشين وعلينا ظلم جائر الى ابعد الحدود، انطيني مجال ها الى ابعد الحدود، وما نريد نقول احنا اليوم وقفنا هذه الوقفه ونطالب بتغيير اكثر المناصب، ما نريد الجهه وحده معينه،
لأن الجهة المعينة تظلم الجهات الباقية. العشائر لها حق أن يكون لها مناصب، المناصب سيادية تكون لكل العشائر. ما يجوز المنصب يتحدد بكل المحافظة لمنطقة واحدة. اللي نعاني منها هنا بمركز الناحية انه دائما التصوير يكون بشكل حلزوني مو بشكل طولي. دائما اظن من الثمانات لحد الان اراضي مركز الناحيه فقط اللي تصفر، صفروا الوسط وصفروا الحلقه الاخرى وصفروا الحلقه الاخرى. بال 2008 و7 صفروا اراضينا اللي خارج وادي الموت ووزعت على شكل قطع اراضي المعلمين وسكت، لان هذا امر دوله. بالثمانينات صفروا الاراضي اللي داخل مركز الناحيه وهذا امر دوله. لكن ان توصل حد انه الأراضي اللي إحنا ورثناها من أجدادنا، يعني يريد يجردونا نهائيا، يعني وقعونا للقاع. ما يصير. أكو أراضي آلاف الدوانم حول هذه المنطقة ما حد مسها، وأكو استثناءات صارت. ليش هذه الاستثناءات ما تشمل الكل؟ ليش تشمل ناس خاصين؟ ليش؟ يعني لأن ما عندنا أحد بالدولة. في السياق، فقد اجتمع عدد كبير من أهالي الضلوعية وعلى رأسهم شيوخ ووجهاء العشائر، وتدارسوا فيما بينهم مخرجات الوقفة الاحتجاجية وبلورة الآراء من أجل إنهاء الأزمة التي حذر عدد من المحاضرين فيها من مشاكل قد تحصل إذا ما تم الأخذ بصيغة قرار التصفير الحالي. على المسودة النهائية المعلنة من التصميم الأساسي هاي، والاتفاق على زيارة مدينة الضلوعية للوقوف على مقترحات المجلس البلدي باوع، على أن يتم تقديم ملاحظات من قبل المجلس حول رؤى جديدة باوع. انتبهوا على العلال، حول رؤى جديدة باوع من قبل المجلس البلدي لغرض حل موضوع تصديق التصميم وتأشير الاعتراضات على نسخة التصميم، وترفق بقرار مجلس البلدي مع محضر الاعتراضات، وتوقع ايضا من قبل رئيس الوحده الاداريه ومدير التخطيط العمراني ومدير تنظيم المدن في البلديات ومدير البلديه ان يقدم التقرير النهائي على مديريه العامه للتخطيط العمراني يوم الاحد المقبل 19/8/2018 لدراسه المقترحات وبيان الراي. جينا قعدنا بالمجلس البلدي، دزينا على المساح، دزينا على الاراضي، دزينا على مدير البلديه وقعدنا. سوينا اقتراحات. يابا اليوم هاي المدينه تيدوا لها تصاميم اساسيه، نسوي لها تخطيط عمراني، يعني ننظمها شوارع، نسوي لها طريق حولي، ننفذ شوارع على الطريق الحولي بحيث تصير مدينه تليق بالقضاء. مشكلتهم قيعانهم راحت، قيعانهم صفروها يريدونها ياخذونها دور، وخلوهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المحافظ واجب ضدهم، وما كل قيعانهم تصفرت وراحت، ماكو أحد يعرف شنو حال المنطقة. مظلمين الناس مظلمة، وحلالها راح وأراضيها راحت، وخلي يلقونا مكان تنشيل نرحل من المنطقة. اجتمعت عشائر ضلوعية بخصوص موضوع التصفير. وردتنا معلومات أو كتب رسمية بتصفير أراضي مناطقنا خسرج والبجواري وبفراج وبني سعد والجنابين، فإحنا من خلال قنواتكم نطالب الجهات المعنية بعدم تصفير أراضينا. هذه أراضي حجج رسمية مشيدة بيوت عليها أراضي زراعية، فإحنا نطالب السيد رئيس الوزراء، البرلمان، السيد المحافظ، كل الجهات المعنية أن يلغون هذا الحيف علينا، وهذا اللي يعتبر حيف جائر ضد أراضينا. ما بيدهم هذول شلون المحافظة، شلون طيحوا حظنا؟ إيه شنو اللي صار؟ طيحوا حظنا، خذوا قيعاننا والشغلة يمهم صارت. مشكلتنا قيعاننا راحت، مالنا راح، ما عندنا، احنا هسه الحين لا عندنا موظفين، لا عندنا شيء. الرحيم، اجتمعت اليوم عشائر قضاء ضلوعية لمناقشة قرار جائر وتعسفي بتصفير أراضي بعض عشائر الضلوعية من العوائل الفقيرة والعوائل البسيطة، وكان القرار يشمل قسم من العشائر واستثناء عشيرة متسلطة في القضاء. ونحن سنقف وقفة احتجاجية وسنخرج بالتظاهر ضد هذا القرار، لأن هذا القرار يضر العوائل، معظم عوائل الضلوعية.
إلى ذلك أصدرت العشائر المحتجة على قرار تصفير الأراضي السكنية المكتظة بالسكان بيانا يطالب بإلغاء قرار التصفير الذي يقضي باستحداث تصميم جديد يتسبب بخسائر كبيرة لأصحاب الأراضي وأن يكون التصفير عادلا شاملا للجميع. بيان ناتج عن الاجتماع المنعقد في دار الشيخ قحطان شهاب الأحمد من جميع عشائر الضلوعية وشبابها، وبالنظر للظروف التي تمر بها قضاء الضلوعية والعراق عموما والضلوعية خصوصا لما تعرضت له من جور الإرهاب والظلم الحاصل على أهلها من قبل المسؤولين لتصفير الأراضي السكنية المكتظة بالسكان والمشيدة عليها دور السكن، وإن التصميم المقر من قبل المحافظ صلاح الدين والذي يقضي باستحداث التصميم الجديد لما فيه ضررا كبيرا على المواطنين، إننا نطالب ما يلي: أولا، إلغاء التصميم المعاد من قبل المكتب الاستشاري في جامعة بغداد الحالي وحسب الخارطة الحالية. اثنين، إلغاء المحضر المعاد من قبل محافظ صلاح الدين والدوائر العائدة له وممثل التخطيط العمراني في الوزارة وممثل المكتب الهندسي المرقم والمؤرخ في 25/11/2019. ثالثا صياغة محضر جديد يتماشى مع مطالب أصحاب الأراضي المتضررة. أربعة، حضور المحافظ في قضاء الضلوعية للتداول. من جانبه أكد الشيخ حمد الجواري أحد وجهاء العشائر في قضاء الضلوعية في صلاح الدين أن قرار تصفير الأراضي استهدف عشائر معينة وتجنب تصفير الأراضي في مناطق ذات تكتل عشائري معين، وشدد في اتصال هاتفي مع قناة سامراء وضمن برنامج الملحق على إن قرار التصفير يصب بالمصلحة الشخصية لمسؤولين في محافظة صلاح الدين، فيما أشار إلى أن أضرارا كبيرة ستلحق بشريحة كبيرة من المواطنين وحتى بالحالة البيئية. على ما يقال من الدوائر الرسمية الموجودة في الضلوعية التي هي تتبع لجهة واحدة معينة، تم التصفير من عشائر معينة فقط ولم يتم تصفير باقي العشائر الأخرى من منطقة الجبور. لم يتم لها تصفير. احنا بال 1980s يعني تم تصفير مركز الناحية قسم منها، وبعدين بال 2000s تم تصفير قسم يعني التصفير كان بشكل انتقائي. شيخ حمد، التصفير لمصالح خاصة لم يكن للمصلحة العامة. لو كان من مصلحة من؟ من مصلحة من بالتحديد شيخ حمد؟ المصلحة المسؤولين على هذا التصفير، المسؤولين في المحافظة، الأطماع عدة، منها إدخال شركات ومنها أخذ الأراضي وتوزيعها على أغلب الموظفين الموجودين ضمن عشائر، أتوقع أكثر شيء عشائر الجبور، يعني هم الوظائف الفائدة بينهم. ثانيا، هذه الأراضي أكو أراضي تمتلكها العشائر المجاورة، وهذه الأراضي يوجد فيها طرق ويوجد فيها الماء ويوجد فيها الكهرباء، ويتم يعني يصير ان توسيع على هذه المناطق، ويوجد مستشفى لم يدخل في الخطه العمرانيه وهو خارج حدود البلديه. هل يجوز نبني مستشفيات خارج حدود البلديه ولا ندخلها في خطه الاعمار او التصميم العمراني الجديد، وناخذ اراضي زراعيه خضراء تزرع من قبل الناس المواطنين الذين ليس لهم اي شيء في الدوله سوى هذه الزراعه وحقول دواجن، وتوجد في هذه خط اخضر لحمايه المدن؟ يعني احنا فيش حاله راح نجرب الاراضي الزراعيه ونحولها الى مدن لا يعني يستفاد منها بعضا. مشاهدينا، للحديث اكثر حول الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف الخبير القانوني خالد حسين نعم الخزرجي، وهو أيضا أحد وجهاء قضاء الضلوعية. أهلا بكم سيدي معنا في نشرة أخبار سامراء. أهلا بك أستاذ العزيز، تحياتي لك ولجميع المشاهدين لقناة سامراء. شكرا لك. بداية نسألكم يعني عن وجهة النظر القانونية حول موضوع التصفير،
يعني خاصة بالأراضي المملوكة لمواطنين وتحويلها إلى منافع عامة بمثل هذا الموقف تحديدا؟ ما هو رأيكم وتفسيركم لمثل هذه القضايا؟ يا سيد العزيز، هذا الموضوع بال 2012 عرض على مجلس المحلي وبلدية الضلوعية وتمت الإجراءات القانونية، وبال 2013 نفس الحالة عرض وألغي بقرار رسمي، وبال 2018 بتاريخ 30/9 أرسل كتاب من دائرة التخطيط العمراني إلى وزارة البلديات رقم 16262 في 30/9. هذا القرار أعطى أهمية كبيرة إلى وزارة البلديات بإلغاء استحداث التصميم الأساسي لمدينة الضلوعية، والسبب في ذلك أن التصميم المقدم من قبل دائرة بلدية الضلوعية قدم على خرائط مأخوذ لها صورة بال 2009 وليس بال 2019، ولم تعتمد اصلا، كون البلديه لم تعطي الصوره الاساسيه لدائره التخطيط العمراني، كون قرار قانون البلديات رقم 165 لسنه 1964 المعدل حدد الاليه القانونيه للتصاميم الاساسيه واستحداثها بالمدن. طيب، حتى حدد المده القانونيه اللي تكون 60 يوم من تاريخ الاعلان. بعد ارسال هذا الكتاب الى دائره التخطيط العمراني ووزاره البلديات الغي الكتاب بتاريخ 30/9/2018. طيب، الخطا القانوني والجوهري، وارجو ان يسمعني كل من يسمعني من ابناء صلاح الدين والضلوعيه تحديدا، واتمنى ان يراني او يسمعني مدير بلديه الضلوعيه، بين 2019 اللي تم والمصادقه بتاريخ 25/11/2019 على التصميم المستحدث لمدينه الضلوعيه لم يكن فيه اعلان لمده 60 يوم، وهذا خرق قانوني واضح من قبل من ناحيه قانونيه، اللي وهذا القرار نص عليه قانون رقم 165 لسنه 1964 ونافذ لحد الان، هذا خرق قانوني من الناحيه القانونيه. والاجراء القانوني المخالف للقانون ياتي بيان الراي من قبل دائره بلديات صلاح الدين ومحافظه صلاح الدين وخلال فتره ضئيله جدا لم تستوفى الشروط القانونيه، ويتم الموافقه عليها خلال تاريخ 25/11/2019. وانا ادعو عن طريق قناتكم الفضائية الكريمة، وأدعو الخيرين وأدعو ووجه نداء إلى السيد محافظ صلاح الدين والسيد مدير بلدية الضلوعية، ونحن نتعامل معهم كأشخاص معنويين، وخصوصا السيد محافظ صلاح الدين باعتباره المدير الإداري أو الرئيس الإداري إلى محافظ صلاح الدين، بأن يأخذ بنظر الاعتبار طبعا، وهو مشكورا أرسل قبل البارحة أو اليوم أرسل مبعوث عن طريق مدير الإدارية والمالية في محافظة صلاح الدين لتبليغ القضاء، سوف ترسل لجنة، ولكن لن يأتي كتاب رسمي بخصوص هذا الموضوع. هذا الموضوع يوجد فيه خرق قانوني من الناحية القانونية، كون التصميم الأساسي للعلم والاطلاع، أؤكد كون التصميم الأساسي للمدينة المضرب حاليا والذي تم الاتفاق عليه لم يأخذ بنظر الاعتبار التخطيط العمراني للمدينة والمشاريع الأروائية والمناطق الأثرية، ويوجد فيه 29129 دار سكنية لم يذكر في هذا التصميم أساسا وجود هذه الدور السكنية. طيب، ما مصير هذه الدور طبعاً. ما مصير هذه الأراضي وهذه الدور الآن برأيكم من الناحية القانونية، ومن هو المخطئ الأساسي بمثل هذا الموقف؟ المخطئ الأساسي مدير بلدية الضلوعية. هذه الأراضي سيد العزيز تحمل ثلاثة أصناف، الصنف الأول ملك صرف، والصنف الثاني مملوكة للدولة وحق التصرف، والصنف الثالث أصول زراعية خارج المقاطعات المذكورة، حيث المقاطعة 25 بالتحديد ومقاطعة 27 البفراج يوجد فيها 60% أرض ملك صرف،
وفق الإجراءات القانونية وفق قانون الاستملاك رقم 112 لسنة 1981 حدد آلية قانونية وأوجب على الجهات المعنية باتخاذ إجراءات قانونية حول استملاك الأراضي وتصفيرها أو إبقائها أو استيلائها وفق القانون. ولكن دائرة البلدية الضلوعية لم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حول هذا الموضوع. طيب. نعم. يعني كان بودي أن أخذ معك يعني باختصار لو سمحت برأيك، هل يعتبر أنه يعني بما أنه أنت قلت أنه مدير بلدية الضلوعية هو من أثار أو من هو أخطأ بهذا الموقف، هل برأيك أنه تجاوز الصلاحيات وخاطب الوزارة دون الرجوع إلى المحافظة، أم أن المحافظة هي من خاطبت وزارة البلديات بهذا الأمر؟ باختصار لو سمحت. يا سيد العزيز، مدير البلدية بعد أن توجه له كتاب من بلديات صلاح الدين بخصوص التصميم الأساسي ووجود اعتراضات رسمية كان عليه، وكان هنالك تصميم متفق عليه من قبل أبناء المدينة والمجلس المحلي في الضلوعية. المجلس المحلي في الضلوعية أصدر قرار بخصوص تصميم أساسي للمنطقة بحدود 200 دونم من منطقة الجبور و200 دونم من منطقة خزرج والبجواري و200 دونم من منطقة البراج. هذا التصميم لم يوجد اصلا ولم يذكر اصلا، وهذا مصادق عليه بتاريخ 30/9/2018. مدير البلدية اتخذ هذه الخطوة، وطبعا خطوة مخالفة للقانون بخصوص التصميم الاساسي المعروض امام السيد المحافظ وامام المكتب الاستشاري لمحافظة بغداد، كون انفرد برأيه، وهذا اجراء مخالف للقانون. والدليل على ذلك لم يعطي المدة القانونية للاعتراض لا بالإعلان ولا بالجريدة الرسمية ولا بالطرق السمعية القنوات السمعية أو الفضائية بخصوص موضوع التوسيع الأساسي أو استحداث التصميم الأساسي للمدينة، فانفرد برأيه. واتخذ مخالفة قانونية صريحة. ما لم يستند إلى قانون البلديات رقم 165 لسنة 1964. طيب، الخبير القانوني خالد حسين ناعم الخزرجي، شكرا جزيلا لك. ضمن الحملة التي روج لها ناشطون ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي والجهود الرامية لدعم المنتوج المحلي، باشرت شركة أدوية سامراء إحدى شركات وزارة الصناعة العراقية البدء بتنفيذ برنامجها الإنتاجي لهذا الشهر وسط حملة ترويجية كبيرة لدعم المنتج الوطني. التفاصيل في سياق التقرير التالي. يروج لها العراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي والخاصة بدعم المنتج الوطني. أعلنت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن البدء بتنفيذ برنامجها الإنتاجي لشهر كانون الأول الحالي، وبكلفة بلغت 3,380,000,000 دينار لتجهيز وزارة الصحة والسوق المحلية بمختلف المستحضرات الصيدلانية والدوائية من الحبوب والمضادات الحيوية والأشربة والمراهم. مدير عام الشركة الدكتور عبد الحميد عبد الرحمن قال في تصريح صحفي إن الشركة عدت خطة إنتاجية لشهر كانون الأول الجاري وفقا لمتطلبات موسم الشتاء، والتي تركزت على إنتاج المستحضرات التي تعالج أمراض البرد والزكام والسعال بصورة خاصة وبحسب العقود المبرمة مع وزارة الصحة واحتياجات السوق. وأوضح بأن قيمة إنتاج قسم الحبوب تبلغ أكثر من 721.5 مليون دينار عراقي، فيما ستبلغ قيمة إنتاج قسم المضادات الحيوية من الكبسول والمعلقات الجافة حوالي 1.128 مليار دينار. وأشار إلى أن كمية إنتاج قسم الشراب ستصل إلى 200,000 قنينة شراب بالموكودين وبكلفة 175 مليون دينار، فيما تصل كلفة إنتاج قسم المراهم إلى 1,355 مليون دينار. ولفت إلى أن هذا البرنامج سيتم تعزيزه بإنتاج مستحضرات أخرى حال وصول موادها الأولية، ما سيرفع من كلفة الإنتاج. ودعا المدير العام إلى ضرورة دعم المنتج المحلي الذي يمتاز بجودته العالية من خلال تفعيل قانون حماية المنتج المحلي بشكل أوسع والاعتماد على استيراد المواد المماثلة لإنتاج الشركة
ومنحها بعض الامتيازات والصلاحيات لتأمين المواد الأولية من أجل توفير الدواء بمواصفات عالية وبأسعار ملائمة لمستوى دخل المواطن العراقي. هذا وتعد الحملة التي دعا لها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أكبر الحملات التي شهدها العراق بعد 2003، وربما كما يراه مراقبون أن الحملة جاءت بالتزامن مع التظاهرات السلمية. قال قائد مقام قضاء سامراء محمود خلف في تصريح خاص به قناة سامراء ضمن برنامج أصداء الشارع الذي يعرض على شاشة قناتنا إن المجاري في المدينة يفترض أن تنقسم إلى شقين بما يشمل مياه الأمطار والمياه الثقيلة. صورة يمكن تظلم بها الدوار الموجودة في المدينة كونها تعمل بما تمتلك من موارد، يعني مثلا مجاري سامراء يفترض أن تكون هنالك مجاري لمياه الأمطار وكذلك للمياه الثقيلة، لكن هذا المشروع منذ سنة 2014 تم إعلانه تصاميم وإحالة، لكن مع الأسف بسبب ظروف 2014 لم يحال هذا المشروع. كانت لنا عدة لقاءات مع السيد وزير الإعمار والإسكان والبلديات بالإضافة إلى السيد الوكيل وكافة المعنيين بهذا الشأن من أجل إحالة هذا المشروع. لحد يعني ما قبل أسبوع كانت هناك دعوات مباشرة للشركات المعنية من أجل أن يحال لها مشروع مجاري سامراء، ولذلك ما يحصل في المدينة هو ليس بسبب الوحدة الإدارية ولا بسبب الدار ولا حتى بسبب المحافظة، لأن مشروع بهكذا يعني صفة يحتاج إلى مبالغ يعني بما يقارب 340 مليار دينار عراقي، وهذه لا يمكن أن تأتي من تخصيصات المحافظة وإنما من تخصيصات المحافظة. في الأخبار العامة، دعا رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم إلى احترام الطابع السلمي للتظاهرات والتعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية. وقال مكتب الرئيس في بيان أن رئيس الجمهورية برهم صالح تبع مع الجهات الحكومية المختصة ما حصل يوم أمس السادس من كانون الأول من اعتداء إجرامي مسلح قامت به عصابات مجرمة وخارجون عن القانون، وذهب ضحية عدد من الشهداء والجرحى في الاحتجاج الشعبي. وأكد رئيس الجمهورية على الحق المشروع لأي مواطن بالاحتجاج والتظاهر السلميين ومنع تجريم أي رد فعل مسلح وعنيف ضد المتظاهرين في العراق. هذا ودعا نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي اليوم إلى عقد جلسة طارئة يوم الاثنين المقبل بحضور القيادات الأمنية العليا سيما قيادة عمليات بغداد لمناقشة استهداف المتظاهرين السلميين. وقال الكعبي في بيان أن القيادات الأمنية ينبغي أن تتحمل مسؤولياتها في حفظ أمن التظاهرات السلمية المطالبة بالإصلاح والتغيير ومكافحة الفساد. فيما طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي اليوم القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بالكشف عن مصدر ما أسماه العدوان عن منطقة مقتدى الصدر في النجف. وقال مكتبه في بيان الأخير استنكر استهداف منطقة مقتدى الصدر في الحنانة بالنجف من خلال قصفها بطائرة مسيرة فجر اليوم، وطالب الجهات المعنية العليا سيما القائد العام للقوات المسلحة ومختلف التشكيلات الأمنية في النجف بالإسراع في الكشف عن مصدر هذا العدوان. مشاهدينا، جديد الأخبار الاقتصادية مع الزميل إبراهيم الهاشمي بعد قليل. تصفير الأراضي في قضاء الضلوعية، وقفة احتجاجية لأهالي الضلوعية ضد تصفير الأراضي الذي شمل فئات دون أخرى، أراض توارثوا ملكيتها أبا عن جد تساوي عندهم العرض، والأرض بس الشرف أغلى منها، يعني حياتك أرخص من الأرض. استثناءات شملت أشخاصا دون غيرهم لأسباب قيل أنها عشائرية. ليش عشائر الباقي ميتة تأخذون حقوق وتبيعوها؟ يصير هو إجانة يعني اليهود، هسه حتى اليهود هم يحصلوا لهم حساب برخصتك. على المطلق شلون عرف وقدم استثناء؟ ليش احنا ما عرفنا؟ ليش كل جمهور مستثنى بس ليش احنا ما عرفنا؟ قائم مقام الضلوعية خلف تركي قال بعظمة لسانه: التوسع لازم يحتاج إلى أراضي،
لازم يحتاج الى اراضي، بس يجب ان تكون فارغه الاراضي او جرداء حتى يبدي يصمم. هذه كلها حقيقه ماخوذه بالسكان، يعني العمل بها صعب، العمل بها صعب. توقيع من هذا إذن على محضر التصفير يا حضرة القائم مقام؟ الزميل ناصر الهجري شكرا لك. نشرة اقتصادية جديدة بدايتها أبرز العناوين. العمل تعلن إطلاق الوجبة الرابعة من رواتب المعين المتفرغ في بغداد والمحافظات. ومحافظة نينوى يوجه ومحافظ نينوى يوجه بإلزام المقاولين بتشغيل الخريجين. أهلا بكم. نشرة اقتصادية جديدة. أعلنت وزارة العمل السبت إطلاق الوجبة الرابعة من رواتب المعين المتفرغ في بغداد والمحافظات. وقالت الوزارة في بيان أن وزير العمل باسم عبد الزمان أطلق الوجبة الرابعة من راتب المعين المتفرغ في بغداد والمحافظات للأشهر تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول من العام الحالي. وأضافت أن التوزيع سيكون عبر الماستر كارد وابتداء من يوم غد الأحد الموافق الثامن من كانون أول 2019. وجه محافظ نينوى نجم الجمهورية السبت بإلزام المقاولين بتشغيل الشباب الخريجين في مشاريع المحافظة والتي تنفذ وفق ضوابط خاصة. وقال الجمهوري أنه وجه قسم العقود في ديوان محافظة نينوى بوجوب تضمين العقد الذي تبرمه المحافظة مع شركات المقاولة بتشغيل 5 أشخاص من الشباب الخريجين للمشروع الذي قيمته 1 مليار دينار فما دون. والمشروع الذي قيمته أكثر من 1 مليار دينار يضاف شخص لكل 500 مليون دينار فوق 1 مليار. وأضاف الجمهوري أنه يشترط أن يكون نصف الأشخاص من الفنيين وحسب نوع المشروع وطبيعة أعماله. أعلن مصرف الرافدين اليوم السبت أن سلفة 25 مليون دينار لموظفي الدولة المواطنة رواتبهم لدى المصرف والذين قدموا عليها إلكترونيا يكون المنح على شكل وجبات وبفترات زمنية سريعة. وأقل المكتب الإعلامي للمصرف في بيان أن سلف موظفي الدولة المواطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا والتي تصل إلى 25 مليون دينار يكون التقديم عليها بواسطة بطاقة الماستر كارد. وأضاف البيان أن السلفة تكون بالاعتماد على راتب الموظف على أن يغطي 50% من راتبه الشهري أو القسط الشهري للسلفة داعيا موظفي الدولة إلى زيارة فروع المصرف حصرا أو التقديم على السلف. أعلن مدير زراعة محافظة كربلاء صلاح مهدي جشعمي السبت عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من البيض بعد إنتاج 13 مليون بيضة الشهر الماضي. وقال الجشعمي في بيان أن هنالك مساعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الزراعية وتغطية جميع احتياجات البلاد من تلك المحاصيل كمحصول الشلب، لا سيما بعد أن حققت المحافظة الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة، إذ تمكنت المديرية من تحقيق أعلى مستوياتها بحدود 13 مليون بيضة خلال الشهر الماضي. أعلن المجلس العالمي للذهب السبت أن العراق اشترى أكثر من 90 طنا من الذهب خلال 8 سنوات، مبينة أن آخر شراء للعراق من الذهب كان في شهر أيلول من عام 2018 وبمقدار 6.5 طن. قال المجلس في إحصائية نشرها على موقعه خلال شهر كانون الأول واطلعت عليه قناة سامراء أن العراق اشترى 90.4 طن من الذهب خلال 8 سنوات، مبينا أن آخر شراء له من الذهب كان في شهر أيلول من عام 2018 وبمقدار 6 طن. وأضاف المجلس أن العراق ما زال يحافظ على مركزه الخامس عربيا والذي جاء بعد كل من السعودية ولبنان والجزائر وليبيا، وعلى المركز 38 عالميا من أصل 100 دولة مدرجة.
أخيرا أغلقت أسعار النفط السبت وأنهت الأسبوع على مكاسب كبيرة بعدما اتفقت أوبيك وحلفائها على زيادة تخفيضاتهم الإنتاجية بمقدار 500 ألف برميل يوميا، وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برينت جلسة تداول مرتفعة 98 سنتا أو ما يعادل 1.55% إلى 64.37 دولارا للبرميل، ومنهية الأسبوع على مكاسب قدرها 3%. وارتفعت أيضا عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 70 سنتا أو ما يعادل 1.20%. نهاية نشرة اقتصادية، هذا انتقال للزميل حميد المظهور والأخبار الرياضية، لكن بعد الفاصل الاقتصادي دمتم بخير. شكرا للزميل حميد على الأخبار الرياضية. معي لن يبقى سوى تذكير بأبرز العناوين. العشائر المحتجة على قرار تصفير الأراضي في الضلوعية تصدر بيانا ضد القرار. أدوية سامراء تباشر بتنفيذ برنامجها الإنتاجي وتدعو لدعم المنتج المحلي. صالح يؤكد متابعته الدقيقة مع الجهات العليا بشأن أحداث بغداد. والكشف عن هوية الطائرة المعتدية على منزل الصدر في الحنانة. مشاهدينا، هذا كل شيء في النشرة، شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.